معانا عم عاطف، كان حاله جلطه في المخ ادت لشلل نصفي. احنا طبعا ما كانش، كان زعلان جدا من دراعه، كان جاي بيقول لي انا عايزه اشتغل يا دكتوره رانيا. هو ما شاء الله نشيط وكان زعلان جدا، كان الموضوع ده مضايقه قوي. احنا كان بقالك قد ايه ما بتتحركش؟ بقاله 4 سنين. كان بقاله 4 سنين ايدي ما بتتفتحش، ومش بيعرف يقفل ايده، ومش بيعرف يفتحها، ومفيش حركه في الايد خالص، وكان جاي زعلان جدا من المشكله دي. ايوه. احنا كده بقالنا 3 اسابيع علاج مكثف مع استخدام جهاز الايونتوفوريزيس او جهاز التأين الامريكي، مع واستخدام الحقن بالجهاز التأين الامريكي لحقن العضلات المتيبسة عن طريق الجهاز. هنوريكم بقى فتح ايديه وبدأنا نمسك. بصوا احنا طبعا بنمسك حاجة صعبة جدا، احنا نمسك حاجات صغيرة، مفروض كنا نوريكم حاجات كبيرة. احنا بادئين بالحاجات الصعبة زي ما احنا شايفين، بيمسك ويسيب ومتحكمين. يلا البيشنت التاني عايز يتفرج. يلا ما شاء الله، حلوة قوي حلوة قوي حلوة قوي. سلم على عم عاطف. سلم. تمام. اقفل ايدك. اقفل. افتح. افتح ايدك. حلوة قوي ما شاء الله. اقفل تاني. يلا. حلوة قوي. افتح. ما شاء الله عليك. اديله بقى الكوبايه، امسكها. امسك دي.